هاد المدرسة ديال الرياضة اللي غنتسناو فيها 4 سنين يمكن نقربوها، نعملوا استثمارات، نزيدوا فيها دغيا. هاد التعويضات نقدروا نبقاو في لو ميم بودجي، ولكن نشوفوا كيفاش كل شيء الكل يستفيد مع لونجاجمون الفوق، بانه لا ريفورم ديال لا سكولاريتي، بان كل شيء غادي يتم منها وكل شيء غادي يهزها وكل شيء غادي يديو. هادشي درنا مع الاساتذه ديال 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 التعليم العالي. وداخل هاد الموضوع حنا مستعدين نلقاو الحلول، نجلسوا نتاكو بهدنا، ولكن باش نقدروا نجلسوا باش نتاكو لابد الاساتذه يعني يعاونونا ويرجعوا الاقسام ديالهم ويقراو وليداتنا، لان هما في حاجه اليوم. انا بالنسبه ليا يعني راه صعيب باش يكون ولا بدا كنطلبوا منهم باش يرجعوا ويجلسوا، وانا عاطي الضمانه ديالي بانه غادي تكون واحد اللجنه اللي فيها السيد وزير التعليم سي شاكيب بن موسى، وغادي يكون في جنبه سي السيد الوزير ديال لومبلوا سي سكوري، وغادي يكون في جنبه الوزير ديال البيدجي، الوزير المنتدب ديال البيدجي، باش نشوفوا الاشكاليه كلها ونجلسوا معكم ونتحاوروا معكم. النهار اللي تكونوا موجودين حنا مستعدين باش نجلسوا، والاجتماع الاول انا مستعد باش نترأسوا باش نبينوا الطريق اللي خصنا نمشيو فيها ان شاء الله، ومن بعد غادي نتبع باش نشوفوا الحلول اللي تخلي وليداتنا يقراو تكون الجودة، ونكونوا يعني مع هاد الشيء اللي أنفاز مع لي زاسبيراسيون ديالنا، هاد الشيء اللي بغينا يعني حنا في المستقبل، ومع الإمكانيات كذلك ديال الدولة. دوك حنا مستعدين، ولكن يعني الدراري خصهم يرجعوا يقراو. أنا بالنسبة ليا هذا هو النداء، أنه الدراري خصهم يرجعوا يقراو، حنا في حاجة لهاد الشيء، وحنا مستعدين باش نجلسوا وباش نتفقوا.